والله انا ما كنت هطلع النهارده حتى لو الزمالك كسب، يعني قلت خلاص بقى ايه، يعني هو ماتش الجونه وهنبقى نعمل فيديو بقى في ماتش الترجي بقى كويس والكلام ده يعني. بس الدور المجتمعي كزملكاوي قديم ان انا اديك خلاصه التجربه او دليل المستخدم للفتره اللي جايه، هيبدا يتسرب لك شعور لا ارادي الفتره اللي جايه دي ان بلاها دوري وركز في افريقيا الفتره اللي جايه دي، افريقيا للكبار وبتاع، وهتبقى متصالح مع نفسك على فكره، اللي هي يوم السبت ممكن يبقى بلاها دوري وبلاها افريقيا، فهتزعل شويه ونشتم اللعيبه شويه والكلام ده، نركز بقى في كاس مصر بقى، فاكتب اي حاجه في الورقه هتعدي، فنخبط بقى في كاس مصر بقى، وشيكا يرقص بالكاس وبتاع ويرموا علينا البلالين دي، وهنبقى مبسوطين ومتصالحين مع نفسنا ومرضيين على فكره. ممكن بقى يبقى بلاها دوري وبلاها افريقيا وبلاها كاس مصر، فمعانا الاوبشن الاخير جاهز، سنظل اوفياء، مش قصه كام بطوله، ده عشق عادي يعني. في حد بقى بيديك الفلكسبيليتي دي والمرونه دي؟ رساله بقى للكابتن عبد المنصف بقى، انت هيجي لك نوم بعد الجماهير اللي طلعت تربنتينهم وانت جوه النادي وانت بره النادي كمان، يعني ده الراجل الغريب كان وادي دجله ليها ضربه جزاء عمل نفسه واقع على عينه وهو صغير، قال لك ده انا واقع على عيني وانا صغير، كان لينا ضرب الجزاء كفته ادانا ضرب الجزاء، يعني حس على دمك يعني، انت ايه وانفرادات وبتاع ومش في ايه يا كابتن، في ايه يعني، ده انت لما كان حد في الزمالك بيرمي عليك السلام كان بيدخل جون، ابراهيم سعيد في ماتش 6-1 جاب فيه الجون بصدره، عمل الكره بصدره كده ملعوبه مش متطفشه ودخل الجون، الاهلي راح بثلاث هجمات جاب 6 جوان في ماتش 6-1، ايه اللي حصل لك يا كابتن، يعني جاي تتالق في سن الياس. اخيرا بقى كابتن اشرف بن شرقي بيدينا نموذج حي على اللعب الموظفين، انا واقف في مكاني محدش يقدر ياخدني غياب، الكره جت لي هاخدها هجري بيها، عديت ما عديتش انا وانت على الله على قد فلوسكم، ليه بقى اجري واتنطط واعمل حاجه اوفر بقى زياده، اللي اشتغلوا خدوا ايه يعني، طب خلاص يا كابتن منك للجون اهو، منك لعبد ده عبد المنصف ده الجون، اه طب ماشي بقى صور عبد المنصف بقى وشه وظهر بقى واستنى كده بقى شويه، طب طابع شرطه، اه اصل الخزنه قفلت والله الجون قفل والله معلش فوت علينا بكره بقى، معلش موظفين يعني، طب خد كره ثانيه يا كابتن بقى وروح انت برضو ده، لا ما حطهاش في الجون بقى، اول واحد وقف في الطابور فين فين، اه سيف الدين الجزائري، طب اديها بقى للجزائري.